عملي تمريض صحة المجتمع. انا كنت نزلت فيديو من الخميس، كان مراجعة، حاولت كده اجمع والم الدنيا، يا رب تكونوا استفدتوا منه. واللينك تحت عندك في الوصف. النهاردة هيبقى ايه، مراجعة تانية حاولت اعملها علشان يعني نكون مغطين كل حاجة ونكون مذاكرين كل حاجة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو الاول. ان شاء الله فيديو النهاردة هتخرج منه باكبر استفادة، بس حاولوا تتابعوا الفيديو الاخر. وقبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك، لان اللايك بيساعدنا جدا جدا وبيساعد يعني على ريتش الفيديو. مش عايز اطول عليكم ويلا نبدا. انا حاولت كده يعني من كل بورشن اخد الحاجات المهمه، من كل جزء معانا اخد ايه، اخد الحاجات المهمه عشان ايه، نوفر وقت ونوفر جهد. طيب قبل ما اراجع في الملف اللي انا عامله لك ده، عايزك كده بس تركز معاه في الكونسلنج، لان الكونسلنج ديت لازم يجي عليها سؤال. هجيب لك مثلا رسمه كده او صوره كده في الامتحان، النيرس بتتكلم مع الليدي عن وسائل منع الحمل، اقول لك مثلا ديت يسالك بقى فيها سؤال. احنا خدنا حاجه اسمها الجذر، المنومك ده اللي بنمشي عليه، الستيب اللي بنمشي عليها. طيب هيقول لك مثلا، هي بتتكلم معايا يقول لك دي في انهي ستيب، هي مثلا في الجريت، هي مثلا في الاسك، هي مثلا في التل ولا الهلب والكلام ده. حاول بس تفهم السيناريو علشان هيقول لك كلمه هتفهم منها ايه السؤال. طيب تعال نفهم الكلام الكتير اللي تحت كلمه تي، اللي تحت الجي والاي والتي والكلام ده. ركزوا معايا كده، كلام مش صعب ولا حاجه. اول حاجه جي اللي هي جايه من كلمه جريت، يعني النرس اول ما بتقابل الليدي بتحييها، لازم تكون بولايت معاها، تمام؟ لازم تقول لها مثلا ازاي اساعدك، لو جيت تبص كده اسك هاو يو كان هيلب، ازاي اساعدك. خلاص ديت اول حاجه اللي هي جريت، بتحيي الام وكده وتقول لها ازاي اساعدك والكلام ده. طيب فخد بقى الاسك، اسك ده مهمه جدا جدا، ركزوا معايا بقى. هنا في الاسك هيلب كلاينت تيك اباوت زير نيد، ايوه هيلب كلاينت تيك اباوت زير نيد want and they doubts concern or question they have about family planning. بصوا كده يا شباب، الحته دي مهمه قوي، الحته دي ممكن تيجي هنا في الخطوه ديت او في الستيب ده. تحاول هي النيرس بتحاول تساعد الام اللي جايلها ديت، يعني تشوف يعني ايه احتياجاتك ايه، طب الداوتس الشكوك والكلام ده، يعني تسالها يعني ايه، تسالها عن يعني مثلا الام تسالها عن الايدج بتاعها، عمرها ايه، عمرها كام سنه، الحاله الاجتماعيه بتاعتها، عقد البريجنانسي، عقد الليفنج شيلدرن، تسالها عن الحاجات دي. طيب هي تقول لها انا بسالك على الحاجات ديت علشان ايه، علشان احصل على المعلومات اللي اقدر اقدم لك افضل وسيله. فاهمين؟ لما هي تستغرب انها قاعده تسالها عن عمرها، عن هي حملت كم مره، ولدت كم مره والكلام ده. هي بقى تقول لها في الاخر كده، لو جيت تبص كده هتقول لها انا بسالك عن الحاجات ديت علشان اقدر اختار لك افضل وسيله. خلاص keep question simple and brief. الاسئله اللي النرس بتسالها لها لازم تكون ايه، سيمبل وبريف، تكون مختصره كده وبسيطه علشان اللي يجي تقدر تفهمها. look to client at you speak، ايوه لازم تبص في عينيها، يعني دي احنا عارفين من الكوميونيكيشن، يعني كوميونيكيشن سكيلز. فاهمين؟ اول خطوه هيجي لك بقى سيناريو كده يقول لك مثلا في انهي ستيب او في انهي جزئيه في السيناريو، فانت تكون عارف ان الجي اللي هي خاصه بالجريد، النيرس بتحيي الام اللي جالها وبتتكلم معاها علشان تعرف تساعدها. خلاص لازم تكون ببولايت والكلام ده. الاسك بقى لازم ان النيرس يعني النيرس تتكلم معاها وتعرف التاريخ المرضي، عمرها عندها كام سنه، تسالها عن احتياجاتها، عن الشكوك والكلام ده، الحاجات يعني الداوتس والكونسيرنز والكلام ده بس. ولازم الاسئله اللي هي بتسالها لها تكون بسيطه وسهله. وكمان في الحته دي، الحته دي مهمه كمان في الحته ديت، اكسبلي يعني تقول لها انا بسالك الحاجات دي علشان اقدر اختار لك افضل وسيله. نروح بقى للتل. تل يعني ايه هنا، يعني عشان تربطها كده اللي هي تيل كلاينت اباوت فاميلي بلاننج. هنا في الخطوه التل ديت هتبقى خاصه ايه، بيبص ببساطه خالص جميع الوسائل، يعني هتجيب لها ميديا كده وتوري لها جميع الوسائل المتاحه. لو جيت تقرا معايا كده يقول لك اول كلاينت نيد تو نو اباوت ذا افيلبل فاميلي بلاننج، يعني كل العملاء او كل الليدي اللي جاي لنا لازم يكونوا عندهم وعي بكل ايه الفاميلي بلاننج. خلاص تيل يور نيو كلاينت ويتش ميثود ار افيلبل، تقول لها الوسائل اللي متاحه عندنا، يعني هي هتتكلم معاها وتقول لها كل الوسائل اللي متاحه عندها عندهم يعني في الوحده. اسك يور كلاينت ويتش ميثود انترست، تسالها بقى تقول لها ايه الوسيله اللي انت مهتمه بيها. خلاص اسك يور كلاينت وات زي نو اباوت ذا ميثود، وهي تسالها بقى ايه الوسيله المهتمه بيها، وتسالها ايه الوسيله اللي هي ايه
اللي هي عايزه يعني انترستد بالوسيله دي، خلاص هتسال ايه الوسيله اللي انت انترستد بيها. بريفلي ديسكرايب اتش ميثود. ايوه طيب، وتوك اباوت ايه هاو ات از ورك، بتشتغل ازاي، المزايا بتاعتها، العيوب، العيوب بتاعتها، الادفانتج والديس ادفانتج. يعني ببساطه خالص احنا في خطوه ايه، في خطوه التل. يعني ايه التل؟ يعني اقولها على كل الوسائل المتاحه اللي عندنا في الوحده، خلاص اتكلم معاها، اقول لها اشوف اهتماماتها، يعني ايه اللي انترستد بايه، واتكلم معاها اقول لها مثلا دي ميزتها ايه، دي عيوبها ايه، والكلام ده، وبتشتغل ازاي وكده. دي في خطوه ايه التل، هنربطها بكلمه اللي انا بتكلم على كل الميديا، اخص بالميديا او يعني كل جميع الوسائل المتاحه عندنا. طيب اللي بعدها اللي هي الهلب، اللي هي الهلب. هلب يعني ايه هلب؟ هلب ان انا المساعده، بساعدها علشان تختار الوسيله. طيب ركز بس مع كده، listening and question are important here. ايوه مهمه جدا جدا. ممكن يجي لك بقى في السيناريو يقول لك listening and question are important here، اللي هي دي ايه في الستيب بتاعت الهلب. طيب ask the client if there is a message they would like to use. Some will know what they want, others will need help thinking about choices. انا عارف الكلام كتير. بص يا بطل، هلخص لك كل الكلام ده هنا في خطوه الهلب. انا بساعدها علشان تختار الوسيله، بسالها كده بصوره صريحه ايه الوسيله اللي هي هتستخدمها. لو جيت تبص كده في الاخر يقول لك ايه، تشيك ويذر ا كلاينت هاز ميد، شوف وات ميثود هاف يو ديسايد يوز. ممكن يجيب لك الكلمه ديت، الجمله دي، يقول لك دي في انهي ايه، في انهي ستيب، دي اللي هي في ايه، في ستيب بتاعت الهلب، في ستيب بتاعت ايه الهلب، ان انا بسالها ايه الوسيله اللي هي هتستخدمها، وات ميثود هاف يو ديسايد تو يوز. لو جيت تبص كده في الكلام اللي فوق ده بقول لك اسك كلاينت وات ذير سيكشوال برينتر وونت. ايوه يعني هي تتكلم معاها تقول لها سيكشوال برينتر يعني هو ايه، يعني يعني عشان بيتكلم يعني على سيكشوال انتركورس. ممكن مثلا الوسيله ديت تكون بتعمل يعني بتضايق مثلا البرينتر، فتقول لها يعني ايه، تشوف إيه رايه ايه او كده، او الوسيله اللي هم اللي عايزين يستخدموها، لان في وسائل يعني ما بيكونوش حابينها، فتتكلم معاها في الحته دي. بتساعدها هيلب كلاينت تو تشوز اسك سين اباوت زير بلان، تسالهم بقى، تسالها عن خططها، يعني مثلا انت عايز تحمل تاني، عن المستقبل وكده، تتكلم معاها. يعني ما في حاجات ممكن يعني تعملها ممكن ما تعرفش تحمل تاني، فتتكلم معاها الحته دي، تعرفها كل حاجه. سم ميثود ار نوت سيف، تقول لها مثلا الوسيله ديت مش هتبقى امنه ليك، ممكن نشوف وسيله تانية. شوف هي بتتكلم هنا علشان تساعدها، يعني مثلا تشوف هيلب يعني بتساعد، فتتكلم معاها تقول لها الوسائل ديت ممكن يعني مثلا اخترت وسيله، لا الوسيله دي مش امنه ليك او كده، والكلام ده بس. فنلم كده الدنيا ونفهم الحته دي. انا دلوقتي في خطوه ايه، في خطوه الهيلب. الهيلب ان انا بساعدها علشان تختار الوسيله. listening and questioning are important here. طيب شوف ask the client if there is a message they would like to use. ايوه زي الكلام اللي قلت to help client to choose ask them about their plan. ايوه اسالها عن خططها، اسالها عن يعني عايز ايه، تستخدم ايه، يعني مثلا هي ممكن تختار وسيله والوسيله دي ممكن ما تحملش بعدها، فالحكي دي تكون مهمه جدا. some method are not safe. ايوه نفس الكلام اللي قلته، بس اهم جمله عندك الجمله ده، what method have you decided to use، ايه الوسيله اللي انت هتستخدميها، علشان بعد كده بقى هبدا اشرح له اكسبلين هاو تو يوز. اي حرف الاي ده او الستيب ده اللي هي ايه، هشرح له ايه، هشرح لها الوسيله المختاره. تمام طيب هقيم المعلومات بقى، يعني هقيم المعلومات اللي هي المستوعبه، يعني مثلا انا بتكلم معاها هشوفها هي فهمت ولا لا، فهعمل ريبيت. خلاص انا بلم لك الدنيا، اعمل سمرايزيشن. إيه لو مثلا عايزه فولو اب، اعمل لها فولو اب. ده الكلام اللي انا بلخبط كل الكلام اللي تحت اهو، نفس الكلام اللي هقوله دلوقتي. فخطوه الايه اللي هي اكسبلين، هشرح لها الوسائل المختار، هقيم المعلومات اللي هي مستوعبها. يعني لو في حاجه تانية عايز اكدها هريبيت، هعمل ريبيت، هكرر المعلومه علشان تثبت، واعمل سمرايزيشن، وممكن استخدم ميديا، يعني الميديا اللي هي الوسيله اللي اخترتها. فقال لك في الاكسبلين جيف هيم اور هير سبلايز اف ابروبريت. ايوه if the method can not be given immediately. ايوه يعني مثلا هي الوسيله ديت مش هتاخدها يعني حالا، تيجي مثلا احدد لها وقت، او احدد لها وقت تيجي تاخدها فيه، يعني for some method such as a voluntary. بقول لك بقى في حالات بقى اللي بتبقى استراليزيشن والحاجات اللي بعدها ما تعرفش تحمل تاني، او هو فاهمين ما تعرفش تحمل ايه تاني. مثلا عملت لها اللي هي اللي زي مثلا قناه فيها لوب، قفلتها كده عمليه بتبقى
تيوبال لايجيشن والكلام ده، فمش هتحمل تاني. فانا هجيب لها مثلا كده تمضي عليه كونسيت كده، تقول لها تقر ان هي عايزه الوسيله دي، عشان بعد ما اعمل لها الوسيله تقول انت ما قلتليش ليه، او انت لا. فزي مثلا لما يكون واحد دخل جراحه مش لازم أن يمضي ان هو يعني موافق ان هو يخش العمليه دي، كذلك في الفاميلي بلاننج لما اجي اعمل لها حاجه يعني مش هتحمل بعدها، فلازم تمضي على كونسيت عشان بعد كده ما تشتكيش النيرس وكده، او الدكتور. اكسبلين هاو تو يوز ذا ميثود. ايوه انا بقى اشرح لها ازاي المسألة دي بتستخدم والكلام ده. اسك ذا كلاينت، اشوف كلمه ريبيت اللي قلتها لك، اسك ذا كلاينت تو ريبيت ذس انفورميشن اف بوسبل جيفن ذا كلاينت. شوف استخدمت ماتيريال وكده، تيل ذا كلاينت وين تو كم باك. ايوه هنا بقى يعني مثلا اعطاء معدل المتابعه يعني للبلد دي، يعني اعطاء معدل المتابعه. نروح للي بعده، اخر حاجه دي، لا دي سهله جدا، اللي هي ريتيرن والفولو اب. دي بتبقى تيجي تعمل متابعه، مثلا هي واجهت تعمل متابعه، اسالها بقى الوسائل دي عامله معاك ايه، طب الاعراض الجانبيه ايه، طب هي عامله معاك مشاكل ولا لا. بصوا انا لميت لك الدنيا، يا رب تكون اتفهمت تمام. الحكه دي مهمه، مهمه جدا جدا، انا حاولت ان انا اجمعها كده علشان ايه، عشان الجزئيه ديت مهمه. نروح بقى للمراجعه بتاعتنا كده يا شباب، ونحاول نفهم كل حاجه. انا هقول الحاجات المهمه، يعني الكلام قدامك، حتى انا كمان مترجم لك بالعربي عشان مثلا واحد ما عندوش فكره عن الموضوع يعني مسهل لك الدنيا. هقول لك في كل جزئيه الحاجات المهمه ان انت تكون فاهمها وبتيجي في الامتحان. اول حاجه هنبدا بالتيتانس، كلنا كده عارفين التيتانس. اللي عايزك تعرفه في الجزئيه ديت، في الجزئيه دي الكوزز، ايوه كوزد باي ايه، كوليست انيروبيك. شوف انيروبيك كوليستيريديم تيتاناي، مهمه جدا جدا. طيب عوامل الخطوره، من غير ما تحفظ يعني، من غير ما تقرا الكلام ده وتكون حافظه بالفهم كده، يقول لك ايه مازر ما خدتش الفاكسين، برجنا انت مازر ما خدتش الفاكسين. يقول لك الادوات اللي كانوا بيستخدموها ساعه الجراحه، ساعه عمليه الولاده يعني، ما كانتش معقمه. زمان كانوا بيستخدموا الطرق التقليديه، واكيد كلنا سمعنا عنها يعني، حاجات كان حاجات كده كان بيحطوها على الامبليك ريكورد يعني، واكيد كلنا سمعنا الحاجات دي، فديت كانت من الاسباب. يقول لك ان هايجينيك كونديشن، ما فيش نظافه وكده، بس بكل بساطه. الكلينيكال فيتشر، ممكن مثلا دي تجيلك كومبليت، يقول لك ان يونيتال تيتنس سيمبتوم يوجوالي نقط، ايوه من 3 ايام ل 14 يوم، حوالي كده 7 ايام افريج 7 ايام. طيب السيمتوم، الاعراض اللي بتظهر على التشايلد ده، بيبكي كتير، عنده صعوبه في السكلينج، المصل حصل فيها ريجيديتي، كلنا اكيد عارفين الكلام ده والكلام قدامك يعني. طيب بيقول لك دورنج كونفنشن، يقول لك ارش باك، قصده على الكلمه دي اللي هو الشكل ده يعني، البوزيشن ده بيحصل بوزيشن شكله غريب وكده، تمام، وسويتنج والكلام ده بس. الدياجنوستيك ميجر، ايوه بنشخصه ازاي، بنشخصه ازاي بناء على ايه، بناء على الكلينيكال فيتشر ببساطه خالص. طيب ازاي هنعمل مانجمنت ميجر، ببساطه قلنا اول بنعمل ريسسيتيشن، ايوه ممكن الطفل ده يعني ممكن يحتاج يتيب، ما هو ممكن اصلا التيتانس ده اثرت على اللنج مش قادر يتنفس، فنعمل له نتيبه وكده، نديله هيومن تيتانس اميون جلوبلين. يقول لك مثلا نعمل اليميشن للتوكسين، انتي بايوتيك، هيومن تيتانس اميون جلوبلين يعني اميون جلوبلين جاهزه، حاجات جاهزه كده نديها له ببساطه خالص يعني، مش محتاج. ازاي نعمل وقايه، مهمه بتيجي في الامتحان على طول. يقول لك ان يونيتد تيتنس كان بريفنتد، ايوه ازاي نمنحها، بندي للام اميونايزيشن اللي هو ايه التي تي سي في بس. الكومبليكيشن سهله، ايه الكومبليكيشن، حاجه اسمها لارنجوس باد. يقول لك فراكشر، طب حصل فراكشر ليه، ما هي الريجيديتي الشديده ديت ممكن البون يكسر. يقول لك مثلا عنده صعوبه في التنفس، ما قلت لك هتلطش الرئه، فالرئه ما الطفل ما عادش قادر يتنفس، فيجي له بريسنج ديفيكالتي، نمونيا او لانج انفكشن. بصوا مفيش اسهل من كده. نروح للي بعده، البوزيشن ده تكون حافظه كويس، ممكن يقول لك ده البوزيشن ده اسمه ايه، اسمه اوبستدنوس بوزيشن، ماشي سهل. نروح للي بعده، ايوه هنا بقى هنتكلم على ايه، على اللي هي اللي رعايه ما قبل الولاده اللي هي الانتينيتال يعني. بصوا يا شباب، الانتينيتال اللي هي الرعايه ما قبل الولاده، دي ركن اساسيا من يعني حاجه مهمه جدا. طيب الانتينيتال اللي عايزك تعرفه اهدافه ايه، اللي احنا ليه انتينيتال كير، من غير ما تحفظ علشان اقلل الماترنال والبرينيتال مورتاليتي والمورتاليتي، عشان اقلل معدل الوفيات والامراض وكده، علشان احسن الحاله البدنيه والحاله العقلانيه للطفل والام. هو فسهل من كده؟ لا مفيش اسهل من كده. طيب اهميته ايه بقى، انا وقت كنت بتكلم على الجول الاهداف، تحت بقى انا بتكلم على الامبورتنس الاهميه، اهميته ايه ببساطه خالص، تو انشور ذا بريجننت وومن اند هير فيتس، اتاكد ان الام والطفل ده ان ذا بيست بوسيبل هيلث. هنا يعني احسن يعني البارنت شيب ويز وومن،
اشوف مثلا اي حاجه بدري، مثلا اكتشفها بدري، تو ديتكت ايرلي، يعني اي حاجه مثلا ظهر اكتشفها بدري عشان اعالجها بدري، عشان ما تتطورش، كمان عشان اجهز الام لعمليه الولاده، وكمان اللاكتيشن، وادي لها هيلث ايدوكيشن، والكلام ده، الكلام ده تكون فاهمه، عشان لو حفظته هتنساه. طيب الاسكادول ده مهم، من غير ما تحفظ، بص يا بطل، لغايه 7 شهور بتروح ايه، بتروح كل ايه شهر. طيب من 7 شهور ل9 شهور بتروح يعني مره كل اسبوعين، تمام، مره كل اسبوعين. طيب في ال9 شهور بتروح مره كل اسبوع، ما فيش اسهل من كده، قلت لك يعني من اول شهر لغايه الشهر السابع بتروح مره كل شهر. طيب من السابع للتاسع بتروح مره كل اسبوعين، طيب في التاسع بتروح مره كل اسبوع. بس الاسسمنت اول زياره يعني، بينهم انترفيو كده برايفسي، تحافظ على البرايفسي بتاعتها، تتكلم معاها، تشوف الهيستوري بتاعها، تتكلم على الميديكال والسيرجيكال هيستوري، بس حاجات كده تكون فاهم. مهمه جدا جدا، اكيد كلنا احنا كمان فاكرينها من النساء، يجي لك سؤال كده يقول لك اخر بيريود كانت كذا، احسب لي الاي دي دي اللي هو استيميت اوف ذا دليفري، سهله جدا جدا، هبسطها لك خالص. هيجيب لك مثلا يقول لك اخر بيريود كانت 7/10/2006، هنعمل ايه؟ بنضيف 7 ايام و9 شهور، ضيف 7 ايام على 7 يبقى 14. طيب 9 شهور على 10 شهور علشان ما تتلخبطش، لما الرقم اللي هو رقم الشهور ده اكبر من 3 اطرح من 3 وريح نفسك، هو الوقت ايه؟ 10، 10 ناقص 3 يبقى كام؟ يبقى 7. ما لو واحد ضاف 9 على 10 شهور يعني هتطلع 7 شهور، وكمان دخلت في سنه جديده، انتوا فاهمين؟ عشان ما تتلخبطش، لما تلاقي الرقم بتاع الشهور اكبر من 3 فاطرح من 3 وريح نفسك، ف10 ناقص 3 بقت 7 شهور، انت كده كمان دخلت في سنه جديده 2006 هتبقى 2007، يبقى 14/7/2007، وكمان انا كاتب لك تحتها بالعربي علشان ما تتلخبطش اهو، شهور اكبر من 3 اطرح من 3 وريح نفسك، وما تنساش تكتب بلس اور ماينس 2 ويك. ولما بتخش في سنه جديده، احنا دلوقتي دخلنا في 2007، ما هو احنا دلوقتي دخلنا في شهر 7 في 2007، فبتضيف سنه، يعني مش هي كانت 2006 بقت 2007. بس اللي بعده، ايوه انا عايزك تحفظ الارقام دي كويس. بقول لك ان الام بتزيد اثناء البريجنانسي 12 كيلو، اول 20 اسبوع 2 كيلو، طب ال 20 اسبوع التانيين بيزيد فيهم 10 كيلو، طيب 1.5 كيلو جرام بير ويك انتل التير. طيب احنا اليوترس كان بي بالبيبول بعد كام؟ بعد 12 اسبوع. مهم اللي بعد، لازم تعرف يعني ايه لاي واتيتيود بوزيشن بريزنتيشن، واكيد انت حافظها من نسا، كلنا عارفين يعني ايه لاي، ويعني ايه اتيتيود، ويعني ايه بوزيشن، يعني ايه بريزنتيشن، ويعني ايه انجيجمنت. ممكن مثلا يجيب لك يقول لك مثلا عرف لي لاي او عرف لي البوزيشن، ممكن تكون حافظهم. أيوة الحتة دي بقى مهمة، البولك مانوفر ده مهمة. أيوة إحنا بنستخدمه ليه؟ أو أي أول حاجة لوكيت ذا راوند هارد هيد، تاني حاجة أيوة جادج ذا سايز فليكشن أند موبيليتي أوف ذا هيد، مهم، جادج ذا سايز فليكشن أند موبيليتي أوف ذا هيد. طيب بنسمع الفيتال هارت ساوند بالسونيكيد عند 10 أسابيع من الحمل، بالبينارد عند 20 أسبوع من الحمل، واكيد انت حافظ النورمال فيتال هارت ريت من 120 ل 160 بيت بير مينت. ايوه الحكي ده مهم، يعني دي بقى في الانتينيت اللي احنا بنعمل تبروكلين سكين تيست بعد 20 اسبوع، سكرين فور جي بي اس اللي هي جروب بي ستريبتوكوكس انفكشن، يعني بعد عند كام؟ عند 35 ل 37 اسبوع. طيب الديابيتس بقى، جستيشنال ديابيتس اللي هو سكر الحمل 24 ل 28 اسبوع، ذا بريجننت وومن ريبورت اتليست، احنا بيقول لهم اللي الومن ان هي تعمل ايه؟ اللي هي تشوف الفيتال كيك كاونت، يعني بتشوف حركه الطفل في، يعني بتشوفها كم حركه يعني في اليوم وكده، بقول لك اتليست على الاقل 10 حركات في ال 12 ساعه، مهمه فيتال كيك كاونت 10 حركات في ال 12 ساعه. طيب اللي بعده هيلث تيتشنج، قلت لك مش انا قايل لك فوق الوقت هي بتزيد خلال الحمل 12 كيلو 2 كيلو اول 20 اسبوع، وال 10 كيلو في ال 20 اسبوع التانيين. طيب هنا بقى بقول لك ويت جين او اول تريمستر
الومن بتزيد كام؟ من 1 ل 2 كيلو، من 1 ل 2 كيلو، تمام. بقول لك السايد لاينج بوزيشن، يعني الوضع ده مهم. ليه مهم؟ ده بيحسن اليوتراين بيرفيوجن اند الفيتو بلاسينتال اوكسجينيشن. كمان يقول لك احنا لازم ندي لها جلسه سم وحديد والكلام ده. بقول لك ذا بريجننت وومن شوت فيزيت ذا دنتست على الاقل مرتين، تروح للدكتور يعني على الاقل مرتين، دكتور السنان يعني على الاقل مرتين اثناء الحمل. ذا بريجننت وومن شوت فيزيت ذا انتينيتال كلينيك مانثلي. ايوه ما احنا عارفين ان هي بتروح يعني اول تريمستر، بتروح كل شهر يعني. بقول لك في السكند تريمستر بتزيد كام كيلو؟ بتزيد من 6 ل 7 كيلو. ايوه مهم، يبقى في السكند تريمستر من 6 ل 7 كيلو. لما هتجي لك دلوقتي هكلمك على الثيرد تريمستر بعد كده يعني في الملف ده، بقول لك بيزيد كام؟ من 3 ل 4 كيلو، ده في الثيرد. اما في السكند من 6 ل 7 كيلو. طيب كان في الفيرست كام؟ كان في الفيرست من 1 ل 2 كيلو. نشوف اللي بعده. لا هقول لها بقى يعني الريست والسليب، تنام على الاقل في بالليل 8 ساعات، بالنهار على الاقل ساعتين وكده يعني. الاوميونايزيشن بتاخد بقى، اقول بريجننت وومن شوت بي اوميونايز ويز توكسويد فاكسين، توكسويد فاكسين عشان تمنع النيونيتال تيتنس. التوكسويد فاكسين ده مهم. بقول لك اف تي فاكسين ما كانتش خدته قبل كده، فبتاخد اثناء الحمل. يعني ايه بتاخد؟ حوالي بتاخد جرعتين اثناء الحمل 4 ويك ابارت starting from the third month. مهم الحته دي. هنا بقى اقول لها بقى ايه الساين او الساين اللي بتبقى من البوتنشال كومبليكيشن. ايوه امتى بقى؟ لما تعمل عندها بريزيستنت فوميتنج، عندها فيفر، يبقى تجيب بليدنج كده من الفاجينا، تجيب عارف المنطقه الفاجينا يعني بليدنج. حركه الطفل ايه مش حاساها، حركه الطفل متغيره وكده. يقول اهو شوف لسه هناك دلوقتي في الثيرد تريمستر من 3 بتزيد كام؟ من 3 ل 4 كيلو. نهدى بقى في الحكه دي لانها ممكن يجيب لك رسمه زي ديت. بيقول لك حدد لي. بص يا بطل عشان اسهل عليك، انا كنت اصلا عامل فيديو على القناه ازاي تحدد الحاجات ديت. لو دخلت على القناه يعني في شرح المستوى الثالث وكده هتلاقيني عامل فيديو عن الجزئيات دي، بس انا هقولها لك دلوقتي لانها مهمه. يجيب لك رسمه زي دي كده، يعني مثلا ناخد اول حاجه دي ويقول لك حدد لي. بص يا بطل انت هتشوف دي، مش دي الاوكسيبت اللي ورا؟ دي الاوكسيبت اكيد عرفنا كلنا اللي ورا الحته اللي ورا دي، دي اللي احنا بنقف عندها كده، وقفنا عندها وقفنا عندها. هي ناحيه ايه؟ ناحيه الرايت. تمام خلاص ناحيه الرايت. بص بقى ده اول جزء من اجابتك، يبقى ناحيه الرايت. دي الاوكسيبت انتيريور ولا بوستيريور؟ لا انتيريور، انتيريور مهمه. انت عارف ديت لو كانت ناحيه السكرم يعني ورا كانت تبقى بوستيريور، اما هي قدام ناحيه السيمفيس بيوبس، طالما ناحيه السيمفيس بيوبس يبقى ايه؟ انتيريور. نشوف رسمه ثانيه ديت اهو، رايت ولا ليفت؟ لا رايت، ما انا قلت لك اللي بيحكمني الاوكسيبت دي رايت. طيب رايت اوكسيبتو. انتيريور ولا بوستيريور؟ لا لها انتيريور ولا بوستيريور، لا ده ترانزفيرس، ترانزفيرس بالعرض، مفيش اسهل من كده. نروح للي بعدين، انا عامل فيديو على القناه يسهل عليك لو دخلت يعني شفته. هنا الرسمه دي رايت ولا ليفت؟ لا ليفت، ديت ايه؟ ليفت ناحيه الشمال. طيب الاوكسيبت انتيرو ولا بيسترو؟ لا ناحيتي كده، ناحيه السيمفيس بيوبس كده، ايه انتيرو. طيب نشوف دي، ديت رايت ولا ليفت؟ لا كده ايه؟ دي ليفت ناحيه الشمال، ده رايت وده ليفت، ده رايت وده ليفت. طيب ناحيه الليفت الاوكسيبت انتيرو ولا بيسترو؟ لا انتيرو ولا بيسترو، ده ايه؟ ده ترانسفيرس، يبقى ليفت اوكسيبتو ترانسفيرس. خلاص خلاص مفيش اسهل من كده. والرسومات قدامك. طيب مثلا ديت ناخد دي مثلا رايت ولا ليفت؟ لا انا ناحيه ايه ده دلوقتي؟ دلوقتي جاي نازل بالسكرم، نازل بريتش كده. طيب ليه رايت ولا ليفت؟ لا ليفت. طب السكرم مش ده السكرم الحته ولا ده السكرم؟ ايوه. انتيرو ولا بستيرور؟ لا انتيرو، لانها ناحيه ايه؟ ناحيه السيمفيس بيوب بس يا بطل. وهكذا نشوف اللي بعده. لازم تكون بقى حافظ ده فرانك بريتش، ده كومبليت بريتش، ده فوتلينج بريتش. سواء تكون حافظها تبقى عارف اللاي، مش انا كنت بقول لك دلوقتي اللاي مثلا هتجيب قلم كده، هتجيب قلم وده القلم ده عارف اعتبره وطيف. ده ايه؟ ده لونجيتيودنال طولي. طب ده لونجيتيودنال طولي. طب ده ترانزفيرس. ما قلت لك لونج اكسس اوف ذا فيتاس تو لونج اكسس اوف ذا ماس، اهو لونج اكسس اوف ذا فيتاس تو لونج اكسس اوف ذا ماس، بس ده ترانزفيرس. تمام بقول لك حديد مثلا اللاي وكده بس. ده لونجيتيودنال نازل بالبريتش، اما ده لونجيتيودنال نازل بالفيرتكس.
خلاص خلاص. اللي بعده الصورة بس ايه واضحة. اي مثلا احنا الاليات انا عاملها، لو شفت الفيديو الاولاني اكيد انت حفظتها من الفيديو الاولاني المانوفر ده وشرحها كاملة في الفيديو الاولاني، الفيديو تحت عندك كمان في الديسكريبشن، هتضغط عليه اسمعه هيساعدك جدا. ده الفيرست مانوفر وده سكند مانوفر وده السيرد وده الفورس. مهم او الاسهال ده مهم تعرف يعني ايه داريه. انكريز في الفلويديتي والفوليوم والنمبر وفي الاستو ريليت. شوف بقى ريليتو ذا يوجوال هابيت اوف اتش انديفيدوال، مهمه جدا جدا الحته دي. الانديفيدوال فاكتور بروموتنج ترانسفورميشن، العوامل بقى اللي بتساعد او بتساعد على انتقال الباثوجينيك ده. يقول لك ايه فيلير تو بريست فيدنج، يقول لك مثلا ان ابروبريت ستورنج اوف فود. بكل بساطه يعني ما بتغسلش ايدها كويس، إيه ما كانش خد الميزلز فاكسينيشن، اميونو ديفيشنسي. يقول لك الاكل مش مخزن بطريقه كويسه، شوف ان ابروبريت في ستورنج كوكد فود. كلام سهل يعني. اللي بعده ايوه انواع الدرجه تكون حافظ. احنا عندنا اول حاجه اللي هو اكيوت ودرجاري، ده اكتر نوع يعني بيمثل حوالي 80% من الحالات. شوف اكيوت يعني حادي يعني اقل من 14 يوم. طب الديزنتري نسبتها من 5 لـ10%، بتبقى مميزه قوي ان الاستول بتاع الطفل بيكون فيه فريش بلاد. طب البريزيستنت بقول لك على الاقل ايه 14 يوم. خلي بالك ان البريزيستنت دايريا مش كورونيك دايريا، اللي هي بتنتج من ريكارنت اور لونج لاستنج ديو تو نون انفكشوس ديزيز. فمن البريزيستنت دايريا ديت مش كورونيك دايريا، اللي عايزك تعرفه بس في البريزيستنت دايريا على الاقل 14 يوم بتستمر على الاقل كام 14 يوم. طب مخاطر الدارياء كلنا اي حد هيكتب ايه دايدريشن خف من الجفاف مع النيوتريشن. بقول لك ان الميوكوزال سيلز يعني الميوكوزال سيلز بتاعت الانتستين يعني بتتجدد من 3 ل 5 ايام، بتجدد على طول يعني اللايف سبان بتاعها كام من 3 ل 5 ايام. بقول لك البيك انسيدنس من 6 شهور لكام سنه لسنتين. ده البيك انسيدنس اوف دارياء 6 شهور لسنتين. نشوف اللي بعده. ايوه اسباب الدارياء دي مهمه، ركز معايا. قال لك اول حاجه انترو باثوجينيك زي ايه؟ يقول لك مثلا الفيروس زي اديتك مثال زي اللي هو روتا فيروس بكتيريا زي الاشريشيا كولاي بروتوزوا زي كريبتو سبوريديوم. فاهمين؟ فدي انا اجيب لك على كل حاجه مثال تعرف يعني مثلا الفيروس اللي هو روتا فيروس، بكتيريا اشريشيا كولاي، بروتوزوا كريبتو سبوريديوم. بس بقول لك التيسنج ده مش من اسباب الدارئه، لا التيسنج مش من اسباب الدارئه لان في ناس كتير عندها الاعتقاد الخاطئ ده. يقول لك مثلا درجات الاسهال متوسط من 4 ل 6 بسيط، قصدي من 4 ل 6 متوسط، من 6 ل 10 يعني سيفير او شديد اكتر من 10. يبقى بسيط من 4 ل 6 متوسط 6 ل 10 شديد اكتر من 10. طيب تمام قوي. اللي بعده الدايدريشن. احنا عارفين الدايدريشن يعني خرج ميه كتير من جسمه فعنده دايدريشن، دي ناتجه من الوتر داري. اسباب يعني انواعه احنا عندنا اكتر من نوع. اول نوع اللي هو الايزوتونيك دهايدريشن. طيب يبقى الدهايدريشن قلت لك انا عندي اكتر من نوع، اول نوع اللي هو ايزوتونيك دهايدريشن. طب يعني ايه دهايدريشن؟ اللي هو الجفاف، الطفل خرج ميه كتير وخدك الطفل كده ممكن يموت يعني خطيره الدهايدريشن. قول لك اول نوع ده ذا موست كومن ريزلت اوف اكيوت دهايدري. ايوه انا عاوز تحفظ الحته دي. الديفيسيت ووتر والصوديوم ار بالانسد مهمه جدا جدا. طيب الهايبرتونيك دهايدريشن. الهايبرتونيك دهايدريشن ايه بقى؟ يقول لك ايه الووتر يعني اللوس اوف ووتر از جريتر ذان ايه الصوديوم. الهايبرتونيك الووتر جريتر ذان الصوديوم. طب الهايبوتونيك لا العكس، يعني نرجع الهايبوتونيك العكس، الصوديوم از جريتر ذان ايه الووتر. مهم تكون عارف. طب بتعالج بابل، يدوا له حاجه اسمها او ار اس اللي هو اورال هايدريشن سوليوشن، هو بيسموه يعني محلول لمعالجه الجفاف والكلام ده. كونسيدر اند افكتيف تريتمنت. ماشي ايوه عايزك تحفظ مكوناته بقى، الحكي ده مهم. ده بقول في فوق كده بقول لك احنا حاطين جلوكوز 2% ليه؟ احنا نخاف الجلوكوز وكده يعمل اسهال. طب ليه احنا حاطين نسبه يعني 2%؟ بقول لك عشان يحسن امتصاص الصوديوم. يعني حد يقول لي احنا حاطين الجلوكوز، ما الجلوكوز ده هيساعد على الاسهال وكده، فبس احنا حاطين يعني نسبه قليله 2% عشان يحسن امتصاص الصوديوم. تعرف مكونات الاورا هيدريشن سوليوشن؟ بيتكون من صوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، ترايسيديوم سيتريت، والجلوكوز. وتكون عارف ايه كام 3.5 2.9 1.5 20. فاهمين؟ تكون حافظين الكلام ده كويس. بس تعرف مكوناته يعني صوديوم سيتريت قصدي ترايسوديوم سيتريت صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد والجلوكوز.
مهمة جدا جدا، احفظوهم مهمين. اللي بعده it can be given by nasogastric tube in the following. بقول لك انت بقى نعتبره عن nasogastric tube لو الطفل مثلا مش قادر يبلع او عنده مشاكل معينه او كده، فاحنا بنركب له nasogastric tube. بس assessment of the degree of dehydration. الاسسمنت يعني احنا عاملينه على اربع علامات، اربع ساينز are the most important to be detected، او اللي هم ايه، اكيد انت اكيد ذاكرتهم في لو معاك الباور او كده، بس هما سهلين. يعني اول حاجه هنبدا بقى ايه، يعني الطفل ده ما عندوش دهيدريشن، لو ايه، لو نسبه اللوس اوف ويت اقل من 5%، لو الطفل ده واعي معايا عينه كويسه كده نورمال يقدر يشرب طبيعي يعني، خلاص نو دهيدريشن، نو ساينس اوف دهيدريشن. طيب ده بيبقى بلان بي، والسكن لو عملت له بنش كده بيرجع بسرعه يعني، بيقولوا عليها ديت المايلد مايلد. طيب اللي بعدها اللي هو بيسموه صام دهيدريشن، فقط قد ايه من وزنه، من 5 ل 10%. طيب بيبقى هنا الطفل الريتابل والريستريسنس بتبقى عن سانكن، بيبقى بقى ايه الطفل ده يعني عطشان سريستي بيشرب كده جيرلي، السكن لما تعمل له بنش بيرجع ببطء، وتبقى ديت بنتعامل معاه في بلان بي. طيب بلان بي يعني اللي هي الاورال هيدريشن سوليوشن يعني، اما اللي فوق اللي هي كانت بلان ايه اللي هي كنا نديله بقى ايه ميه رز والكلام ده، ويشرب سوائل كتير وشوربه والكلام والحاجات دي، دي اللي هي في بلين ايه. طيب السيفير بقى اللي هي بتبقى بلين سي، وفقط من جسمه اكتر من 10%، طفل ريسرجيك فلابي ان كونشسنس. شوف بقى يعني فيري سانكن اند دراي اي، مهمه جدا جدا. كمان الطفل هنا مش قادر يشرب، كمان لو عملت سكن يعني بنش السكن كده السكن بيرجع ببطء شديد. طيب وتبقى بلين سي. بقول لك ان البلس ساعه الدهيدريشن انكريز، بس البالس بيقم يعني في قلت لك في ساعه الدهيدريشن، في ساعه الدهيدريشن البالس ايه قربت، بس في حاله السيفير بقى، في حاله السيفير دهيدريشن البالس بايه بيقم ويك. مهم يعني بنعمل ويتنج يعني نشوف وزن الطفل يعني على طول باستمرار، والكلام ده مهم مهم. شايفين بلال اللي انا كنت بقول لك وقتي بنديله بقى ميه رز اهو، شاي بدون سكر، انا قلت لك السكر ده يساعد على الدريه، يديله سوائل والكلام ده. بيحتاج قد ايه فلويد، من 50 ل 100 مللي لو هو اقل من سنتين، اكتر من سنتين بيحتاج من 100 ل 200 مللي. طيب نروح لملان بي، قلت لك ان هي بتبقى فيها الاورال هيدريشن سوليوشن، محل معالجه الجفاف يعني، بنديله معلقه من ديال دقيقتين كده بالقبو والزبون بس. بلان سي اللي هي بتبقى في الهوسبيتال بقى، بيروح المستشفى بيتركب له اي في فيه فلويد، ياخد بقى نورمال سلاين رينجر لاكتيت والكلام ده، بيبقى حوالي 100 مللي. ال 100 مللي دول بيتقسموا 30 مللي و70 مللي. ال 30 مللي دول بياخدهم اول من نص ساعه لساعه. طب ال 70 مللي، ما انا لسه معايا وقت، لسه معايا حوالي 5 ساعات، بياخد ال 70 مللي دول لونج تايم. بس لو الطفل بقى اقل سنه يعني اقل من سنه، فاحنا بنزود المده بقى عشان كميه كبيره عليه يعني، فعلى حسب الحاله اللي معانا. شوف بقول لك ايه حته مهمه، اقول لك لو فور انفانت، لو اقل من سنه فاحنا بنحاول نزود الوقت، عشان ما ينفعش تديله الكميه ديت كده، لا نزود عشان نخاف على الطفل يعني يحصل له اوفر دهيدريشن ويحصل له مشاكل. بقول لك سمول فريكوينت فيدنج ار بيتر توليريتد ذان ليس فريكوينت اند لارج فيدنج. ايوه نديله ايه الاكل على فترات بنسب قليله احسن من نديله الاكل مره واحده. خلاص ساينس اوف انت بقى قول ان الطفل ده ايه يعني بقى كويس يعني، لما البلس يرجع، لما اللي يقدر يبلع او يقدر قصدي يشرب وكده ويبلع. ما كانش قادر يشرب، فاهمين ما كانش قادر يشرب. نشوف بقى ايه يخرج بول، ماتش امبروفد سكين تيرجر، امبروف الوعي بتاعه اتحسن. بس ده تلخيص الاسهال والجفاف يعني اللي بيكون عند الاطفال. انا بحاول ان انا ما اطولش او اتكلم يعني اشرح كل جزئيه باستفاضه، لان المده يعني المده تبقى كبيره قوي. الفاميلي بلاننج، ايوه اللي هي وسائل منع الحمل وكلنا عارفينها، عايزك بس تعرف يعني ايه وسائل منع الحمل ديت. تقول لك ديفينيشن اوف ريبروداكتيف لايف بلاننج، ديت تكون عارف التعريف، ايه تعرف يعني ايه كونتراسبشن اللي هي يعني بالكلمه حقوق منع الحمل يعني، والبيرث كنترول والكلام ده، تكون حافظ التعريفات دي وعندك فكره عنها مش اكتر. بس المزايا بقى، مزايا الفاميلي بلاننج ديت بكل بساطه يعني، ممكن تجيلك في الامتحان يقول لك اكتب مزايا الفاميلي بلاننج، فانا لو حافظهم هنساهم، فانا اكون فاهم المزايا ايه، عشان اقلل ايه، عشان اقلل المورتاليتي بتاع الاطفال، عشان امنع السكشوال ترانسميتد ديزيز اللي هي الاتش اي في والايدز،
علشان مثلا اقلل السؤال ده. خلي بالك انا جايبه لك في الباور الاولاني، لو رحت بصيت كده في الباور الاولاني او الفيديو الاولاني هتلاقيني جايب لك السؤال ده بالنص كده، سؤال مهم. اقول لك سلو بوبيليشن جروس عشان اقلل اللي كمان اللي هو ادوليسنس بريجنسي، اللي هي يعني البنات اللي بتتجوز بدري وكده في سن المراهقه وكده. فاكتور افكتنج كونتراسبتيف ميثود، ايوه. ايه العوامل بقى اللي بتاثر على فعاليه يختار الوسيله دي وكده؟ حدد الانتر كورس يعني، فاهمين؟ حتى كمان موتيفيشن تو بريفنت البريجنسي، اديرنس تو ذا ميثود يعني هتستمر بقى وتحافظ يعني تاخد الميثود يعني ايه، تستمر بنظام مثلا لو ماشي على حبوب منع الحمله تمشي بنظام وكده، فاهمين؟ اندرستاندنج اوف هاو تو يوز ذا ميثود، تعرف الوسيله بتستخدمه كده، تعرف المزايا العيوب والكلام ديت. امتى بقول على الكونتراسبتيف ديت ايديال؟ لما تكون سيف، تكون امنه، تكون فعاله، افكتيف، تكون ما تضايقش يعني الومن او الليدي وكده، ما يكونش الاثار الجانبيه ما تكونش يعني شديده عليها او تعمل لها مشاكل. خلاص. وكونفينينت، ببساطه خالص، وايه افيلبل افوردبل بس. طيب اوف فاميلي بلاننج ميثود، ايوه احنا عندنا الفاميلي بلاننج ميثود، عندنا ايه؟ عندنا انواع. ايه لك الناتشرال، لا حاجه طبيعيه يعني حاجه ما فيش فيها ايه مواد كيميائيه وكده. طب ما زي ايه؟ خبيك السؤال ده كمان كنت جايبه لك في الباور الاولاني، سهله قصدي اللي هي رخيصه، افكتيف، فعاله، سهله. انا بقول لك سهله سهله، بص عشان ما تنساش، انكسبنسيف، رخيصه، سهله، متاحه، فعاله، افيلبل والكلام ده، تكون فاهم يعني متاح يعني اكسبتبل لكل الاديان، فانت تكون فاهم كده عشان تعرف تكتب. عيوبها ايه يا بطل؟ عيوبها ان هو نو بروتكشن فروم سيكشوال ترانسميك ديزيز، بالعقل مش هتمنع سيكشوال ترانسميك ديزيز، ممكن يحصل ايرور، ممكن يحصل ايرور، وكمان عايزه هاي موتيفيشن اند اكستنسيف ايدوكيشن بس. وجايب لك انواع، تعرف يعني ايه بيريودك ابسنتنس، وانا جايب لك اهو تقراها وتكون مثلا اكتب لي ليست كده او انيومريت انواع اللي هي الفاميلي بلاننج دي الناشونال، فانت تكون حافظ لك شويه انواع كده وتكون فاهم كل حاجه. حاجه اسمها بيريودك ابسنتنس، ويقول لك حاجه اسمها اللي هي لاكتيشنال امينوريا. يعني لاكتيشنال امينوريا احنا عارفين اللي هو البرولاكتين اثناء الرضاعه يعني بيتفرز وكده، فبيعمل انترفير مع اللي هو ال ال اتش وال اف اس اتش والكلام ده، فبيعمل سبريس اوفيوليشن بس. حاجه اسمها كويتس انتربتس، بوست كويت ادوشن، الكلام ده تكون عند عارفه وفاهمه. فلتريتي اويرنس ميثود، دي انواع من الناتشرال يعني. كالندر ريزم ميثود، كالندر ريزم ميثود ممكن مثلا يجيب لك حاجه ويقول لك مثلا سؤال كده، فاحنا عارفين في الكالندر ريزم ميثود بنطرح 18 يوم من اقصر سايكل و11 يوم من اطول سايكل، فاهمين؟ فاهمين الحكه دي مهم، ونقول لها بقى من المده دي، من المده دي تجنبي اللي هي ايه، تجنبي اللي هو السكشوال انتركورس. فعندنا حاجه اسمها البيزل بادي تمبريتشر، يعني ايه بيزل بادي تمبريتشر؟ احنا عارفين ان قبل الاوفيوليشن بقول لك ان درجه ال بيفور الاوفيوليشن درجه الومن بتقع او بتقل ايه نص درجه. طيب اثناء الاوفيوليشن بتزيد كام؟ بتزيد افول فهرنهايت ديجري، بتزيد درجه، ايوه. يبقى قل قبل الاوفيوليشن بتقل ايه؟ بتقل نص درجه. طب ساعه الاوفيوليشن بتزيد درجه فهرنهايت، جميل قوي. حتى السؤال ده مهم بتاع الساينز اوف بوتنشال كومبليكيشن، انا شرحه في الفيديو الاول، مهم اللي هو بينز بيريود ليت، يقول لك مثلا ساينز اكتب لي كده او ليست ساينز اوف بوتنشال كومبليكيشن بتاعه الانتروتراين ديفايس. فاحنا عملناها في مونوميك اسمه بينز، البين اللي هي بيريود ليت ابدومينال بين انفكشن نوت فيلينج ويل سترينج ميسنج. خلاص الصور دي تكون حافظها، يعني ممكن مثلا يجيب لك نوع من ده ويقول لك ده ايه، فاكيد اي طالب عارف الحاجات دي يعني مش صعبه. الكندم اهو، اورو كونتراسيبتيف، اي او دي، ده فراجم، يقول لك فاجينال رينج، سبيرميسايد، كونتراسيبتيف انجكشن، اي او دي، سيرجيكال استرايزيشن، كويتس انتربتس، كونتراسيبتيف باتش. مهمين تكون حافظهم. فيميل كاندم، تفرق بين الفيميل كاندم والميل كاندم، في فرق بينهم عشان ما حدش يتلخبط في الامتحان، ممكن يوقعك في الحته دي. فيميل كاندم شكله مختلف عن الميل كاندم. طيب كويتس انتربتس مش، وصور تانية هي انا جايب لك اكتر من صوره عشان يعني ايه عينك تاخد على كل حاجه. تيل كونتراسيبتيف مش، سيرفايكال كاب، تمام تمام.
شوف اللي بعده. البريست فيدنج ده انا شرحته كتير يعني، وكمان شرحه في الجزء الاول. عايزين نوفر وقت نشوف اللي بعده. الومينيزيشن، الومينيزيشن ده لازم يجيلك في سؤال في الامتحان، لازم هتلاقيه. ركز معايا يا بطل، عايزك تحفظ بالترتيب كده، رتبهم كده في دماغك. عند الولاده، عند شهرين، عند 4 شهور، عند 6 شهور، عند 9 شهور، عند 12 شهر، عند 18 شهر. رتبتهم في دماغك علشان ده العمر اللي هندي فيه التطعيمات. طيب عند الولاده هياخد ايه؟ بياخد البي سي جي، بياخد الهيباتيتس بي، بياخد اللي هو ايه؟ اللي هو الاورال بوليو فاكسين، اللي هو بتاع البوليوميلايتس يعني بتاع شر الاطفال، تمام؟ طب الجرعات سهله جدا، هبسطها لك. كلهم نص ملي، نص ملي ما عدا البي سي جي 5 من 100 ملي. طيب البي سي جي ده ايه؟ 5 من 100 ملي. طيب نروح بقى لحته ثانيه، حاجه اسمها الاورال بوليو فاكسين، اللي هو بتاع شر الاطفال اللي بتحط نقطتين على اللسان ده، اللي اسمه ايه؟ اختصار بتاعه اسمه او بي في يعني. تاني حاجه اللي هو الهيباتيتس بي، الهيباتيتس بي ده بتعطى ايه؟ بتعطى انتراماسكولار، بتعطى عضل في الرايت سايد. طيب طريقه اعطاء البي سي جي، البي سي جي ده بيبقى انترا ديرمال ليفت شولدر. خلاص اللي جاي سهل جدا، هنثبت السبن يعني ايه؟ ثبت السبن كده معاك في كل ايه الشهور اللي جايه دي. خلاص هنثبت السبن والخماسي، هنثبت السبن والخماسي اللي هو البنت فالنت لغايه الشهر السادس. خلي بالك السبن ثابت معاك في كل الشهور. طيب ندخل بقى على الشهر الثاني، زي ما قلت لك فوق ثابت معانا السبن والخماسي. طيب طريقه الاعطاء، ما انا اتفقت معاك، السبن نقطتين على لسان، والخماسي اكيد انت عارف الجرعه زي ما اتفقنا فوق نص مل بتعطى. طيب قلت لك على لسان، ببساطه خالص قلنا اللي هو الاورال بوليو فاكسين اللي هو بتاع البوليو مايليتس بقى ايه؟ بقى نقطتين على اللسان. الخماسي اكيد انت عارف الجرعه زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا فوق يعني، فوق كلمه فوق دي اللي هي فوق يعني في الترتيب بتاعنا. كام؟ نص ملي، نص ملي الجرعه، نص ملي بيتاخد فين؟ بيتاخد انترا ماسكولار في الرايت ايه ساي بس. الخماسي الرمز بتاعه الدي بي اي تي، ده اللي هو بيسموه البنتا فيلنت، اكيد انت عارف الاختصار دي. طيب طيب الشهر الرابع زي ما قلت لك فوق، احنا مثبتين ايه معانا؟ مثبتين معانا السبين والخماسي لغايه ما نوصل للشهر السادس. بس هنا ضفنا واحد جديد اسمه السالك، ده ان اكتيفيتد فاكسين بيعطى عضل في الليفت ساي، الليفت ساي. طيب الشهر السادس، ما زي ما قلت لك فوق مثبتين معانا السبين والخماسي لغايه ما وصلنا للشهر السادس، واخيرا وصلنا ليه، مش هكرر نفس الكلام. طيب الشهر التاسع السبن، بس زي ما قلت لك احنا مثبتينه معانا. طيب بس هو في التاسع ده بس سبن بس. طيب الشهر في ال 12، في ال 12 معانا السبن مثبتينه معانا، معانا حاجه اسمها ايه؟ الثلاثي الفيروسي اهو، السبن وايه؟ والثلاثي الفيروسي. طريقه الاعطاء ايه؟ طريقه الاعطاء هو الثلاثي الفيروسي اللي هو المامبس والميسلز والروبيلا يعني. طريقه الاعطاء بيبقى تحت الجلد في الذراع اليمين رايت ابر ار. طيب طب الثامن عشر بقى بيسموه البوستر، بيبقى فيه حاجتين، الثلاثي بكتيري، الثلاثي الفيروسي. الثلاثي الفيروسي اللي هو مثبتينه اللي هو معانا يعني الام ام ار، ده اللي هو الثلاثي الفيروسي كلنا عارفينه، والثلاثي البكتيري اللي هو ايه؟ اللي هو الدي بي تي. طيب ما تنساش معاهم ايه؟ ما احنا مثبتين السبب زي ما اتفقنا. طيب اعطاء الثلاثي البكتيري بيكون عضل في الليفت ساي. نلم الدنيا كده، نلم الدنيا سهله خالص. في الثامن عشر اللي هو ايه؟ اللي هو في حاجتين كده يعني، حاجه اسمها ثلاثي بكتيري وحاجه اسمها ثلاثي فيروسي. طيب ومثبتين السبن، الثلاثي البكتيري اللي هو الدي بي تي، والثلاثي الفيروسي اللي هو الام ام ار. طيب الدي بي تي اللي هو ده بيتعاطى فين الثلاثي البكتيري ده؟ بيتعاطى عضل في الليفت ساي. وبس كده يا رايق. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.